الفوز المستحق اليوم السيد معقل. السلام عليكم سي ميمون، كنشكرك على دائما درك كدير التغطية، وكنشكرك على دائما المجهودات اللي كدير. بالنسبة لهذا الماتش هذا كنعتبره ماتش يعني شي بحبي، احنا الهدف ديالنا من هذا الدوري، هدفنا من الدوري هو هذا الشيء، هذا الروح الرياضية، ولو انه هناك بعض المناوشات لكن لا يهم. تعطينا 9 ديال النقاط يعني كتأهلنا للدور الثاني يعني للربع النهائي. شاو وكنشكروا الجميع وكنشكروا الجمهور هذا. سيدي كان فوز مستحق، الدراري لعبوا مزيان، ونتمنوا الفوز للجميع وفوت الدوري ديال رمضان بخير وعلى خير، ونحقوا الفرجة للجمهور والسكينة ديال الدراري. شي رسالة للجاي ان شاء الله، شي رسالة سي شعول، حنا ما لاعبينش على شي حاجة، حنا هنايا كنشجعوا الناس على الرياضة وفقط، اللي عنده شي حسابات ولا عنده شي حاجة ولا يمشي يفكي على برا، حنا لاعبين الكرة كنشجعوا الرياضة وفقط.